والحديث عن ثلاثية الحب الأسري ويانا في الاستوديو الدكتورة هبة عرنوز، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد الأسري. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا فيكم، نورتينا. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا فيكم. طبعا خلينا نتكلم عن معنى الثلاثية الأسرية والحب الأسري وشو معناها، بحكم أننا جالسين ناخذها بشكل كبير في المجتمع في الفترة الحالية. صحيح، أكيد لما بنحكي ثلاثية حب دغري بتخيل لنا يمكن شكل المثلث، خلينا نسميه مثلث الحب. جميل. مثلث الحب هو عبارة عن ثلاث أضلاع. أول ضلع منه اللي هو ضلع المسؤولية. ضلع المسؤولية خلينا نحن نعددهم بداية، ضلع المسؤولية، ضلع التعلق، ضلع الحميمية. ضلع المسؤولية لما بيكون عند المرأة بقلب الحب الأسري ضلع المسؤولية، بتبدأ تعبر عن مشاعرها وحبها، وين صرت، وين أنت، قدي بدك وقت لتوصل، شو جيب غراض، شو جيب، معقول بتروح وما بتسأل، لازمنا شو، بدنا شو، تارك مصاري، متارك مصاري، إلى آخره. من كل شيء في مسؤوليات أسرية. هون هو بيبدأ يشعر ما عم تتناغم معي روحيا، في تناغم روحي مفتقد ضمن العلاقة. طيب إذا كان عند الرجل هذا، عند الرجل هذا الموضوع، بيحكي معهم لو كان جاي من سفر، كيف الولاد، طفيت له الأضوية، طفيت له أنوار، كيف جفاف شوي، يعني صح، تشعر علاقة جافة، يعني أعطيني كلمة حلوة اللي اشتقت لك. فهو هون تبدأ تشعر أنه هي عم تغني بالطاحون وهو عم يحكي من ضلعه، ضلع المسؤولية. نحن ما فينا نلومه ضمن العلاقة لما يكون هذا الضلع قوي عنده. بضلع المسؤولية إشي أنا حاسبه من ضلع التعلق. ضلع التعلق خلينا نوضح أكثر عنه. لما بتكون المرأة لسه هلأ طلع من البيت، خايفة عليك، وين صرت، طمني عنك، دغري مشاعرها فياضة. نعم. حتى الرجل أحيانا مجرد ما هي راحت عند أهلها، إمتى راجعة، إمتى جاي على البيت، اشتقت لك، ولو هي المشاعر المتدفقة بتقلك يوه ما بخليني اتنفس، لسه كل ما بدي ساوي شيء بتصل فيني. صحيح. والضلع الآخر الأخير اللي هو ضلع الحميمية، اللي هو التعبير عن العلاقة والحب بالتلامس الجسدي. صحيح. هون نحن بدنا نعرف ضلع الشريك شو، على أي ضلع هو عم ينغم. أحيانا بيكون ضلعين، أحيانا ثلاثة، ولكن في ضلع أساسي على أساسه بيتم اللحن عليه وبيتم تناغم العلاقة الأسرية عليه. كتير مهم أعرف الضلع الأساسي عند شريكي. صحيح. شو استذكرت، بما أنك قلتي هذا الكلام، استذكرت أظني وأعتقد بأن أبرز ما قيل عن تربية الأطفال وهو أنتم للآباء، أن أنتم جزء من ماضي أطفالكم، فأحسنوا صنع الذكريات لأطفالكم. صحيح. شو رأيك بهذا الموضوع؟ صحيح. قديه نحن بهذا الموضوع منأثر. أنا دائما بنصح يعني ضد الأشخاص اللي بيقول لا للخلافات الزوجية. أنا مع وجود الخلافات الزوجية، ولكن صحيح. بشكل مدروس. يعني بتعرف نفسك شخص غير قادر تتحكم بأعصابك، خد لك شقة جنب بيتكم وروحوا هنيك اتخانقوا ويعني خلصوا أموركم ورجعوا على الشقة. لا تخلوا هذا المشاكل بشكل هذا الكبير تظهر على الأطفال. ولكن لما أنا بدي يكون ابدا ما في خلافات، ابدا طفلي بيجي بتقول لك بدون الاستشاره بالمركز عندي، بتلاقيهم بيجوا بيقولوا ببساطه انا ولا مره شفت ماما وبابا متخانقين، انا ولا مره شهدت هذا الموضوع. هي عم تشهد تجربه جديده بحياتها الزوجيه. صحيح. لانه هي ما عاشت، ويمكن تعرضها ببعض الاحيان للصدمه لاول مره. صح. لانها كانت بعلاقه مع اهلها وايد صحيه. تماما. يوم تتزوج اذا قابلت مشكله واحده ممكن انها تنهار او تنصدم. فحلوه يوم يكون بين الابوين فعلا مشاكل او خلافات صغيرة تقويها. تماما. خلينا نوري أطفالنا كيف بيكون عندنا نحن فن التفاوض. كيف أنا ممكن استمع لوجهة نظر المخالفة. صح. لوجهة نظري بهي الحكمة وهذا النضج العاطفي والنضج العقلي ضمن العلاقة كتير بيساعدني. فعلا. على أني أنا وصل حتى أولادي وذكريات أولادي لأنه تكون أكثر نضجا وأكثر وعيا. صحيح. أما أنا بدي دائما أكون عندي وقاية من كل شيء جراثيم وكل شيء ميكروبات لإلهم، بعدين إجي أقول يا الله ليش مناعة طفلي نازلة، ليش ابني. صح. ما عنده مناعة. نحن بحاجة لهي الجراثيم الحياتية. فعلا. يومية لحتى تقوى مناعتنا النفسية، ونحاول أن يكون في حياتهم عدة ألوان وليس فقط اللون الوردي، لأن اللون الوردي فقط من الممكن أن يؤذي الأطفال. نحاول أن بالعكس في جراثيم في الحياة وفي أيضا بعض الصدمات في الحياة المفروض أن نحن نكون مؤهلين ومؤهلين أطفالنا لها. صحيح. صحيح. موضوع التلون بالحياة ذكرتيني كيف نحن لما بيكون عندنا ضمن الـ بشكل يومي بشكل اعتيادي ضمن اضطرابات هرمونية
هرمونات معينة عند المرأة. صح. وبصراحة عشان ما تزعلوا الرجال كمان عندكم اضطرابات فعلا. هرمونية عند الرجال. هذا الشيء بيتعلق عند الرجل. صح. دائما أو غالبا بيتعلق عندهم بظروف خارجية، ولكن عند الأنثى داخليا هي مجرد ما شغلت شوي الأفكار بداخلها فممكن يصير في عندها. صح. تماما شوية اختلاط وخربطة. أنا ممكن يجيني سؤال الحين جدا مهم، اللي هو على من تروح مسؤولية أو توازن الأضلاع الثلاثة هذه؟ سؤال كتير ذكي وحلو. لما أنا بدي أوكل مسؤولية توازن هدول الأضلاع، فأنا بصراحة قمت عن نفسي المسؤولية. نعم. ووكلت الآخر بمسؤولية إسعادي. وأنا هون بعطي رسالة لكل الآباء، مو مسؤوليتكم إسعاد أبنائكم، وأيها الأزواج مو مسؤوليتك تسعد زوجتك، وأيها الزوجات مو مسؤوليتك تسعدي زوجك، ولكن مسؤوليتك تعلميهم كيف طريق السعادة. لأنه إذا بيبقى عم بشعر أنه مسؤوليتي أسعد الآخر، أنا حوصل لحالة اللارضة. نعم. حوصل لحالة أنه أنا عملت كل جهدي، أنا بس بذلت مصاري، أنا فنيت عمري، أنا عملت، أنا ساويت. آخر شيء شايفته كئيب، شايفته حزين، شايفته غير منجز بحياته. هذا كابني، كزوجي، طيب اتزوج علي، أنا كل شيء عملته بحياتي كرمال أسعده هو اتزوج علي. إنما أنا دائما بنصح أسعدي نفسك دائما دائما دائما. مقياس ومقوم الحياة الزوجية دائما قائم على سعادة. صحيح. نفسك وليس الأنانية. أنا عندي موضوع معين الواحد بالنسبة له لازم يكون عارفه، أن للزوج فضاءه وللزوجة فضاءها وللابن فضاءه، وكل واحد منهم عالم خاص. بالضبط. فنحن كواكب، خلينا نقول كأشخاص كواكب آخر في هذا الفضاء. صحيح. لكن ما يعتمد هذا الفضاء على شخص واحد بس، فلازم ما يكون في اتكالية، لا يكون في تناغم ومعيش. صحيح. ومسير واحد مع بعض. صحيح. صحيح. أنا إذا بدي أحكي عن هدول الأضلاع، فأنا إذا جيت وتعرفت على ضلع شريكي بالحياة، ضلعه التعلق، هذا شخص كل شوي بيبعث لي قلوب وإيموجي وبحب، طبعا نادرين أوكي. نعم. ماشي، بس إنه موجودين بالحياة. نعم. اشتقت لك، حاب اسمع صوتك، او حابة اسمع صوتك، اللي هن الاغلبية عند النساء. طمني عليك، هو يعني غايب عن البيت 10 دقائق بس، طمني قلبي عم يبكي، ويمكن تكون عم تبكي عن جد. نعم. هي لمجرد انه عنده فائض من المشاعر. نعم. هو ممكن يصير في عنا خلافات لما بيستسخف هي المشاعر، الزوج او الشريك. صحيح. بيستسخف وبيجي بينظر انه خلص فكينا، يعني فكينا، فوتي بالعملي، فوتي. نعم. بالحياة العملية. المهم كيف الاولاد، المهم كيف اليوم شو طابخ، بينتقل هو لضلعه. صحيح. هون نحن كتير مهم نعرف نوعها، خلافاتنا الزوجية اللي عم تكون أساسا موجود هي الخلافات. صحيح. على هدول الأضلاع الثلاثة. فعلا. فالأشخاص إذا عرفوا يتوازنوا ضمن حياتهم حيعرفوا. صحيح. يتنقلوا بين هدول الأضلاع. إذا مكان واحد الأم أو الأب اختل شوي في التوازن، يختل توازن البيت، فأحس المفروض الموضوع يكون نص بنص علشان ينجح هذا البيت ويكون فعلا بيت يمكن ثمار اللي فيه لهم الأطفال صحيين. صحيح. يعيشون حياة مثالية بإذن الله. ولكن السؤال، كيف من الممكن أن يوصلون الرجل والمرأة لهذا التوازن؟ لأن أحس يباله وايد وعي. تماماً. وكأنك عم تسأليني العلاقة على شو بتقوم. نعم. العلاقة تقوم بالإتمام، يعني أنا بتمم شريك حياتي، مو أنا بيجي فقط لحتى اتطابق معه. نحن دائماً بنبحث عن شركاء يتطابقوا بحياتنا. نعم. أنا بدي حدا بيشبهني، حدا بيحب نفس اللي أنا بحبه، ولكن هذا الشيء يؤدي إلى الملل من الحياة الزوجية. صحيح. ولكن لما أنا ببحث عن الشريك أو يكون شريك حياتي يتممني، يعني في أشياء قد تكون عندي ناقصة وهو الشريك بيجي ويتمم هذا الجزء عندي. فعلا. فنحن وجدنا بالحياة الزوجية علاقتنا علاقة تكامل وليس. صحيح. علاقة تفاضل. يعني السر الأول باختيار الضلع الصحيح. نعم. صحيح. لإكمال هذه تماماً. الأضلع. علاقتنا علاقة تكامل وليس علاقة تفاضل. صح. لما بدنا نفوت ضمن علاقتنا الزوجية، مين أفضل من مين؟ مين أحسن؟ أنا بنت مين وهو ابن مين؟ هو قديش بياخد؟ تماماً. كأنه سباق. نعم. ولكن الفكرة هي تكامل، تكامل أدوار. هي التكامل أنا ممكن من خلاله علم أطفالي، لمجرد المشاهدة علم أطفالي كيف يقوم التوازن الأسري بالحياة. أنا فيني ورجي طفلي أحيانا في حياة زوجية هي قائمة على فرد بسبب سفر أحد الشركاء أو الأب أو الأم لسفر إلى مكان تاني، طب كيف بيقوم التوازن بهذا الموضوع؟ لما أنا بوكل مسؤولية للطرف الآخر، فيني أسمي البنت الصغيرة، فيني إلا أنت ماما التانية بغيابي، فيني. نعم. أقول للرجل أنت بابا التانية بغيابي، بدي إياك تنتبه على موضوع بجوز
أنا عندي مشكلة موضوع الإضاءة، لازم كثير تنتبه على موضوع الأنوار، انتبه على موضوع صرف المياه وإلى آخره من هدول الأشياء. فالفكرة أني أنا بدي أخلق عنده جزء يكون عنصر أساسي منه، توازن الأسري قائم عليه، ولا يكفي نحن الاثنين أم وأب يكون توازننا الأسري قائم فقط علينا نحن الاثنين. بالنسبة لموضوع التوازن الأسري، نحن نعرف أن الأسرة تلعب دور كبير بتكوين المجتمع فعلا. وأيضا العنصر النسائي هو جانب مهم جدا في هذا الموضوع، لو تحدثينا عن الجانب هذا وعلاقته في تكوين الأسرة بشكل كبير. العنصر النسائي يعني ما تقربوا، خط أحمر. ما شاء الله، أنا عندي اثنين الحين. يعني ما تقربوا، خط أحمر. العنصر النسائي بصراحة أنا ضمن دوراتي التربوية أو التوعوية، نسبة النساء اللي بيحضروا كرمال إنه هن يشعروا أو يساعدوا أسرهم، هي نسبة النساء تفوق نسبة الرجال. ليه؟ لأنه أنا مرة عملت إحصائية على بعض الرجال، ليه ما أنت لما بندعوكم على دورة السعادة الزوجية أنتم ما بتجوا؟ بيقولي أنا بعلم السعادة الزوجية، أنا بعطي دروس بالسعادة الزوجية. فدائما عندهم الأنا ملتهبة، يعني عندهم التهاب بالأنا عندهم الرجال. فبتلاقي صعب بالنسبة لهم إن هم يشعروا. فلهيك نحن دائما بتلاقي كلامنا لنصف المجتمع اللي هي بتربي وبتساعد وبتساعد على نضج نصف المجتمع الآخر اللي هي المرأة. بصراحة هي المجتمع كاملا. توازنها هو إذا نحن بنحكي هلأ، كنا مارين بمناسبة يوم المرأة، هي عن جد كان إلها وما زال وما زال وما زال الدور الأكبر بكل شيء، نشاطات بكل شيء، توعية. أنا ما بجحف حق الرجل، ولكن إذا بتجي بتطلب من شخصين، المرأة والرجل، مين يقوم بهذا العمل؟ بتلاقي المرأة هي السباقة، المبادرة تماما، المبادرة بالموضوع. حتى بتشوف في أعمال معينة الرجل بفضل أنه أنثى تقوم فيها، لأنه هي أكثر جدارة وأكثر حتى مهارة بهذا الموضوع. صحيح. فخلينا نعترف وترفعوا الراية البيضاء وتسلمونا الساحة. أنا صراحة أنا مستسلم من ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن تستحقون هذه المكانة. وصراحة بالنسبة لنا نحن كرجال سندنا في هذا الحياة لازم تكون أمرأة. في البداية كانت سندك في الحياة هي أمك لبعض. وأيضا زوجتك بتكون دائما هما تكون سند لك وأيضا داعمة لك إذا كانت زوجة صالحة، وإن شاء الله نكون رجال صالحين بإذن الله. بإذن الله. دكتورة هبة، في ناس عندهم وخاصة في بعض الرجال، ما بعمم، ولكن البعض عندهم صعوبة بالتعبير. كدكتورة نفسية وإرشاد أسري، تعرفين بأن الشخص اللي ما يعبر أو الرجل اللي ما يعبر عن حنانه واهتمامه وحبه لعائلته، الزوجة أولاً والأطفال ثانياً، بيكون في جفاف في البيت، روتين، يمكن ناقصنهم اهتمام، والأطفال إذا ما لقوا الشيء بالبيت يبحثون عنه برا. كيف من الممكن أن كدكتورة أسرية وأيضاً مرشدة نفسية أن نحن نساعد هذا الرجل أنه يعبر عن اهتمامه وحبه لأطفاله اللي فعلاً هم بحاجة له؟ أنا بحاجة بهي النقطة نوه على أنماط الشخصية. نمط الشخصية عند هذا الرجل اللي هو في عنده فقر بالألفاظ. صح. عنده يعني ما فيني سميها بخل بصراحة. كيف ندربه؟ طيب تمام. الفكرة بموضوع الفقر العاطفي اللي عنده موجود، هو بتلاقيه بيعبر بالمواقف وليس بالكلام. صحيح. هو بيعبر بالأزمات، بتلاقيه هو عن جد خير سند، خير رجل معاكي أثناء بس حلو العصا أن تنمسك من الوسط. صح. ولكن أنا لما بدخل كيف هلأ بدي لك تعالي نحول هذا الأبيض لشخص حنطي، تعالي نحول هذا الحنطي لشخص أسود، ثلاث خطوات لتحويل هذا الشخص لحنطي. هو بطبعه ممتزج، هو كينونته الشخصية تماما، عنده نمط هي الشخصية. ولكن إذا أنا بدي حط الـ يعني المجهر على هي المعيار الصغير، هذا المقياس الصغير اللي هو إنه ما بيحكي كلام حلو، هو ما بيعبر كلام حلو، وكأنه يعني ساويته هالقد البقعة. نعم. وأنا عم بنظر لإله كل شيء مزاياه بلشت اختزله، لأنه هي ما أنا موجودة، لأنه هو ما بيتكلم كلام حلو. إذا نتغاضى عن هذه الفكرة. مو نتغاضى، الفكرة خليني اتعلم شو النمط اللي هو موجود عنده. هو عنده نمط بالتعبير، قد يكون عنده نمط الـ يا ستي الرسم، قد يكون نعم. عنده نمط اهداء الاغنيه، ولكن اللي له غني لي اياها ما خلاص. نعم. العوض بسلامتك، يعني ما في مجال يرجع يغنيها مره ثانيه او يرجع يقولها مره ثانيه. نعم. الفكره بموضوع نمط الشخصيه، في عندنا كثير انماط من الشخصيه. صحيح. عندنا نمط الشخصيه الشكاكه، نمط الشخصيه الفصاميه، نمط الشخصيه المزاجيه. تماما. هدول انماط الشخصيه حتى الانطوائيه، هذا الشخص الانطوائي هي بتلاقيه اكتف وبدنا نروح وتعال. نعم. روح على العيله بعض الاحيان ممكن يكون ايضا نرجسي. خليني بالبيت. او نمط النرجسي يعني بفضل هذا اللي جدا صعب. يا جماعة هذا اللي جدا
صعب. انا لاحظت ما شاء الله تبارك الرحمن الحين كله علينا. طيب اوكي هذين يوم يجتمعون النساء يوم المرأة خلينا شويه. هو شوفي دائما الرجل سبحان الله لكل شخص خلينا نقول الانثى لها ميزاتها انها رحمه الحنان الاهتمام هذا دائما عند المرأة، ولكن انت لما تجي على مواقف ثانيه فيها سند فيها مسؤوليه فيها حمل خلينا نقول اعباء الحياه فهي تروح للرجل، فكل واحد له على ميزاته. وايضا المراه والرجل لازم يكون في عندهم تفاهم. انا اعرف فعلا. ان هذه مقدراته في التعبير، فانا انا اطالع الاشياء الحلوه اللي مثلا خلينا نقول في المواقف تلقينا يبين حب كبير صحيح. مش بس في الكلام، فالكلام بعض الاحيان ما يودينا البعيد يعني. بالضبط. فالفعل هو اللي راح يودينا البعيد. انا وياك في هذا الموضوع، نحن اكيد دور الرجل مهم جدا بتوازن نعم. البيت، وايضا يعني الام حتى ان كانت مطلقه او منفصله تلقين بانها فعلا في نقص في حياتها بموضوع الرجل ممكن يعوض ابوها او اخوها من ناحيه الاطفال صحيح. فنحن ما ننتقص ابدا من دور أكيد طبعاً. الرجل بتكوين العائله وتكوين العائله صحيه أكثر. تمام تمام فعلا. أكيد دور الرجل مهم يعني جداً. أنا أسميه مثل عصفور، العصفور ما بيطير بجناح، والرجل جناح والمرأة جناح. ما يمكن أنه هي السعادة الأسرية أو السعادة المجتمعية صحيح. تقوم بدون هدول الجناحين. نحن فعلا. بحاجة لإلهم، ولكن بحاجة جدا أعرف ترجم هذا الحب اللي موجود عند الطرف الآخر. هو عم يترجمه كيف؟ عم يترجمه مواقف، عم يترجمه مشاعر، عم يترجمه تلامس جسدي. مهم أعرفه، ما أسميه وأدول الألفاظ تبع روح أنت بس بهمك حالك، أنت بس بهمك صحيح. نفسك. قد يكون هو هي طريقة التعبير صحيح. عن مشاعره. أنا بحاجة جدا. طب أنت كتير جدية، بس بهمك الأولاد ودراستهم وشو ناقصنا أغراض وعاملة فاتورة ومسوية صحيح. كل هذا الشيء. يعني أنت تركي هاي المهمات لحدا غيرك وتعالي هيك نتناقش ونتناغم. طب لا لا، هي بتشوف انه صحيح. انت كثير شخص عاطفي، انت ما عم تشوف الحياه لوين عم تروح. نحن اذا ما ترجمنا لغه الحب تبعنا وفق الاضلاع الثلاثه تبع الحب، انا صحيح. بكون بصراحه سمحت لعواطفي ان كانت عواطف سلبيه او عواطف ايجابيه هي اللي عم تقود حياتي. نعم. انا بحاجه فعلا. لاداره عواطفي عن طريق النضج العقلي. أكيد. ما اسمح للعواطف هي اللي تقود، اسمح لعقلي هو اللي يديرها بشكل صحيح. صح. أكيد. دكتوره هبه عرنوس، دكتوره في الصحه النفسيه والارشاد الاسري، يعطيك الف عافيه، نورتينا لهذا المساء. شكرا لتواجدك. شكرا كثير. شكرا لكم. اكيد.